بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، يا إنا توجهنا واستشفعنا يا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا يا إنا توجهنا واستشفعنا يا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك يا بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا يا إنا توجهنا واستشفعنا يا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا يا إنا توجهنا واستشفعنا يا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا لنا عند الله.
يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد ويا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا يا إنا توجهنا واستشفعنا يا وتوسلنا يا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا يا ومولانا يا إنا توجهنا واستشفعنا يا وتوسلنا يا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا يا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا يا إنا توجهنا يا واستشفعنا يا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا
وجهنا يا واستشفعنا يا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا يا إنا توجهنا واستشفعنا يا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا يا ومولانا يا إنا توجهنا يا واستشفعنا يا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهاً عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا يا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك يا بين يدي حاجاتنا يا وجيهاً عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا يا واستشفعنا يا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك يا بين يدي حاجاتنا يا الله. يا
يا وصي الحسن والخلف الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا يا ومولانا، إنا توجهنا يا واستشفعنا يا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا يا سادتي وموالي، إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليومي فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله، واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله، واستنقذوني من ذنوبه عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي. يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين، آمين رب العالمين. رب صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.